اهلا بحضراتكم. عنوان فقرتنا او حوارنا الاول النهارده: خايفه ليه يا حكومه؟ في ناس كتير قد تتفق معايا وتقول فعلا الحكومه بتترعب من الناس، الحكومه بتترعب من الراي العام وبتفكر الف مره قبل ما تاخد اي قرار مصيري وحساس يمس خصوصا القطاع العريض من المواطنين، وهو القطاع المتوسط وتحت المتوسط والفئه غير القادره او الفئه اللي بتعاني بجد في المجتمع المصري. وفي ناس تقول لي ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ حكومه مين اللي بتخاف؟ ده هي الحكومه بتاعتنا بعبع، هي لو بتخاف كانت عملت كده، كانت تصلبت في افكارها وفي سياساتها وما ضربت عرض الحائط بكل الافكار اللي بتطلع سواء من الاحزاب الاخرى او من المجتمع المدني او نخبه المثقفين. احنا ما بين قانونين، بس في النهايه الامثله والقضايا المصيريه اللي احنا هنعرضها على حضراتكم وهي القضايا اللي بنعيشها كل يوم هتثبت اذا كانت حكومتنا شجاعه مقدامه بتاخد القرارات اللي هي شايفه من وجهه نظرها انها صح ثم تقبل الحساب عليها، ولا الحكومه بتقول محلك سر يا عم انا افتح لي عليه في وشي طاقه جهنم. ضيوف الكرام: الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار وممثل الحكومه في هذا الحوار، نورنا مع الوزير. انا فاكرك ممثل الحكومه هذا النهار. شايفك بتقول النهارده مذيع حكومي ولست مذيع الحكومه. ده في المصري اليوم. ده في المصري اليوم مذيع حكومي عشان الكارنيه. اه طب ماشي، كان لازم اقول مذيع يعني ضد الحكومه يعني عينيا يعني ممكن تست هيبان النهارده يعني. هيبان. كاتبنا الكبير الاستاذ صلاح عيسى، منورنا يا استاذ صلاح. اهلا بيك. اهلا وسهلا. والكاتب الكبير ايضا الاستاذ سليمان جوده، اهلا بيك يا استاذ سليمان، منورنا يا فندم. اسمح لنا نبدا الناحيه دي علشان نعمل الفرشه الطبيعيه. اه طبعا مع المقدمه اللي انت عملتها دي يبقى الحكومه تخاف وتسلم. ممكن تكون فعلا الحكومه بتخاف من الشعب؟ يعني طبعا انا هقول لك على حاجه بقى، انا تذكرت حضرتك بتقول المقدمه اللي انت بتقولها دي يعني عباره قالها لي يعني زعيم عربي كبير يعني كان في موقع المسؤوليه في زمن من الايام حوالين طبيعه نظم الحكم اللي في هذه المنطقه. تمام. وقال ايه؟ قال شوف الشعوب دي عباره عن ايه؟ عندك 90% من المواطنين دول ناس عايزه تاكل وتشرب وتربي اولادها وتوديها المدرسه وتعيش مستريحه. كويس. فدول اي حكم يوفر لهم الحد الادنى اللي يخليهم ما يموتوش يعيشوا. تمام، يبقوا راضيين عنه زي الفل. وبعدين يفضل 10%. في ال 10% دول في طبقه وسطى عندها طموحات وبتقعد تتكلم كتير وبتاع، فدول لازم تديها شويه اكتر. يعني عشان ايه؟ سد بقها. يبطلوا الكلام في القهاوي والحاجات دي. وبعدين في 1 أو 2% دول ايه بقى؟ عايزين يغيروا وعايزين يقلبوا الدنيا وعايزين بقى، دول تطيع فيهم وتدبح فيهم ويوديهم السجن وترفدهم وتعمل فيهم زي ما انت عايز، ما حدش هيقول لك حاجه. كويس. وانه دي السياسه الطبيعيه لكي تقود اي بلد في هذه المنطقه. فانا حتى دهشت من هذا. في الاجابه بقى على سؤالك، المنطق العام في اي حكومه، اي حكومة، مش الحكومه الحاليه، اي حاجه، الاداره المصريه اشتغلت دائما على فكره اساسيه انه الكتله العريضه اللي هي بتكون الشعب دي اللي هي عايزه احتياجات اساسيه لابد ان انا بدرجه ما اوصلها الى حد يعني انها ما انفلتش عيارها. لحد الكفاف. لحد الكفاف. ترضى، وهي صبوره، ويعني يعني على راي احمد فؤاد نجم بيقول لك ما كان شغل كايرو ما بيتعبش دايره. يعني ماشي شغال هو دايران لوحده يعني. تمام. لكن بيظل بقى طريقه التعامل مع الطبقه الوسطى وطريقه التعامل مع النخبه المتمرده الراغبه فيه. لا شك انه الحكومه المصريه واي حكومه لابد، واي حكومه مش الموجوده الان، حين تصل الامور الى مستوى ان الناس هينفلت عقلها لازم تقديم مسكن يعني يبقى قوي، يبقى علاوه 30%، يبقى علاوه 50%، يبقى 200 جنيه لليمين مش 200 جنيه لليمين الى اخره، عشان الناس ما تصلش الى مرحله الانفجار وتعود الى حاله الهدوء. في هذا الاطار لما يبقى ده الموضوع يبقى ده هذا خوف حميد، يا ريتها تخاف على طول. يا ريتها تخاف على طول. ده خوف حميد. اه طبعا هذا خوف، اصل هي ما تبقى حكومه ازاي اذا ما كانتش قادره يعني تضمن الحد الادنى للحياه وتضمن حتى الامن العام يعني بس تضمن. بس اسمح لي لو انا فاهم غلط او صح، هل دور الحكومه هو الابقاء على الناس الى الحد اللي ما ينفجروش بعده ولا تحسين مستوى الناس؟ لا هو دورها الاساسي طبعا تحسين مستوى الناس، ده المفروض. انا بكلمك، انا بوصف لك السياسه القائمه. اه تمام. انما هل ايه الدور ان هي تحسن مستوى الناس او الى اخره، ده موضوع اخر. طيب كلمة. اخد راي الاستاذ سليمان في فكره، هل الحكومه سواء الحاليه او من سبقتها على الاقل في العهد المنظور اللي احنا شايفينه يعني، هل تاخذ من القرارات الشجاعه المصيريه اللي هي مقتنعه من وجهه نظرها ان ده في الصالح العام وما بيهمهاش قوي
رد فعل الناس وتقول في الاخر حسبوني، ولا ده ما بيحصلش عندنا؟ والله يعني هقول لحضرتك، هو يعني حكومه الدكتور احمد نظيف هي سابح حكومه مع الرئيس مبارك. كويس. في منهم حكومتين اشتغلوا مع المصريين بجد، حكومه الدكتور كمال الجنزوري وحكومه احمد نظيف. لكن ما عرفناش ان حكومه الجنزوري شغاله بجد الا بعد ما مشيت. يعني ده كان لازم يحصل في اثناء وجودها. واقول لك حصل ازاي بعد ما مشيت، ان هو في طب عرفت ازاي ان الدكتور نظيف حكومته شغاله بجد وهي لسه ما مشيتش؟ انا هقول لحضرتك. تمام. في مارس 2004 الدكتوره فايزه ابو النجا تلقت جواب من محمود ايوب الممثل المقيم في مصر للبنك الدولي، وقال في هذا الجواب ان معدل الفقر في مصر انخفض، كان في سنه 1996 21% وفي سنه 2000 وصل الى 17%، بمعنى ان هو انخفض 4%. وطبعا لانه كان عاطف عبيد هو رئيس الوزراء، فما قالش في الفتره دي مين رئيس الوزراء كان، فالخبر نشر في الصفحه الاولى من الجرائد الحكوميه دون ان يشار الى انه هذا الفضل يعود الى رجل اسمه كمال الجنزوري. وطبعا يعني ظل الموضوع على هذا النحو الى يعني يتردد ما بين وقت واخر، ونعرف من وقت لتاني انه الدكتور حكومه الدكتور كمال الجنزوري كانت لها يعني وخصوصا اسهامات، وخصوصا في مجال الانتاج مش في مجال كويس. اخر حكومه الدكتور احمد نظيف لديها اشياء كثيره جدا، لكنها هي مش بتخاف، هي بتساير الناس. يعني بتساير بمعنى عندها يعني احيانا تبقى عارفه ان هناك مشكله وعارفه ان بقاء هذه المشكله فيه ضرر كبير للناس، ولكن عارفه ان اقتحامها ممكن يثير بعض الذين لا يرون المشكله على حقيقتها، وخصوصا ايوه هي دي مربط الفرس سليمان. ان هو